أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن تنفيذ 27 عملية استهداف للحوثيين في البيضاء أسفرت عن مقتل 150 من مقاتلي الجماعة. كما نفذ التحالف 33 عملية استهداف مماثلة في مأرب أدت لمقتل 190 حوثيا خلال الساعات 24 الماضية. وفي سياق متصل أعلن التحالف في بيان إحباط محاولات متعمدة من قبل الحوثيين لاستهداف مدنيين في السعودية وفق تعبير البيان. كما حذر البيان جماعة الحوثيين من الاستمرار في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. انضم إلينا من سكايب أو عبر سكايب من الرياض الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي. سيد اليامي أرحب بك معنا. إذن التقدم عبر أو في منطقة جبل البلق الشرقية، لاحظنا أن المنطقة يعني صحراوية جبلية وشبه مفتوحة، هل هناك فائدة استراتيجية من هذه الناحية، وإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه خطوة لا يمكن العودة عنها بالمعنى العسكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، محييك أخي الكريم، محيي السيدات والسادة المشاهدين، وأنا سعيد انضمامي إلى قناتكم. يعني أنا لست عسكريا في الحقيقة، ولكن ما أعرفه يعني في الأعمال العسكرية أو فيما يحدث من حروب خاصة على الساحة اليمنية اليوم، أن قوات الشرعية، قوات مدعومة بقوات التحالف، قوات العمالقة الجنوبية، هي تقترب من مأرب. يعني مأرب النقطة التي حاصرها وهاجمها الحوثي على مدى 10 أشهر، نعم. اليوم في تقديري تقترب ساعة فك الحصار بالكامل عن مأرب. وما أعرفه أنا أو ما استمعت إليه من الأشقاء في اليمن أن الذي يجري الآن هو عملية تنظيف أو عملية تمشيط أو إبعاد الجماعة الحوثية عن مداخل مأرب يعني تحرير مأرب كما يقال، والتقدم في تقديري إلى نقاط أبعد. هل هناك يعني ترتيبات لتحرير بالمعنى النهائي العسكري أم لتفاوض، خصوصا مع أنباء عن إمكانية عودة علاقات في مستوى أفضل بين السعودية وإيران؟ لا، سؤال حضرتك من شقين، الشق الأول هو التكتيك العسكري والإنجاز العسكري، وأنا كما قلت لحضرتك لست عسكريا، بمعنى أن المناطق التي يتم تحريرها أهم من تحريرها هو الاحتفاظ بها، وهذا يعني عمل التحالف، وأنا أعتقد أنهم مهتمين ولديهم استراتيجية في هذا الميدان بدليل المناطق التي تم تحريرها في السابق ولا تزال القوات التحالف وقوات الشرعية اليمنية تسيطر عليها. هذه جزئية. موضوع الحوار، أنا أعتقد في الحقيقة أن الصوت اليوم هو صوت الرصاص، ليس صوت السياسة أو صوت الحوار، لأن الجماعة الحوثية في الحقيقة هي أجبرت كل الأطراف على الاتجاه الإجباري للصراع، وأنا في تقديري لن يكون هناك عودة إلا بعد تحقيق أهداف معينة يعني يعلنها التحالف بشكل جزئي من منطقة إلى أخرى. يعني السعودية لن تذهب نحو الحوار في ظل هذه الظروف وهذا التقدم العسكري. طيب، هل يمكن الحديث عن تفكير في غزو صنعاء أو إعادة تحرير صنعاء كما يقال، أم أن التفاوض سيكون يعني قبل تحقيق هذه الأهداف العسكرية؟ بحيث صحيح حضرتك باحث في العلاقات الدولية وهذا واضح، يعني وردودك ملتزمة بهذه الزاوية، ولكن أيضا لا يمكن في هذه الحالة على الأقل وفي ظل تحسن يبدو يعني نظريا في العلاقة بين السعودية وإيران إلا الحديث عن العسكري والسياسي في نفس الوقت أو الدبلوماسي. طيب، كيف هي رؤية السعودية في هذا الإطار إذن؟ أنا أعتقد في الحقيقة، وهذا الكلام استمعنا إليه من المسؤولين العسكريين في الأيام الأولى قبل 5 أو 6 أيام عندما تم تحرير المديريات الثلاث شبوة وما حولها، كان هناك حديث بأن هذه المناطق ليست إلا يعني محطات في الطريق إلى صنعاء، وكما قلت حضرتك يعني هو استعادة صنعاء وليس غزوها، بل استعادتها من اختطفوا السلطة والسياسة فيها منذ العام 2014، واستعادة الشرعية لدورها، وتعلم حضرتك ويعلم السادة المشاهدين أن الشرعية
مدعومة بقرارات دولية وبتحالف عربي وبيعني تأييد وإجماع من الداخل اليمني. كل هذا في الحقيقة يجعلنا أن نركن إلى مصطلح استعادة الشرعية لصنعاء وتحريرها من من يحاولون اغتصاب السلطة فيها. طيب، إيران تتحدث عن إمكانية عودة سفارات مع السعودية، هل لذلك انعكاس على الساحة اليمنية؟ يعني لا يمكن، يعني أنا كما أقرأ في الحقيقة كثير من ملفات المنطقة لا يمكن فصل ملفات المنطقة عن بعضها، بمعنى ما يحدث اليوم في فيينا يمكن أن يكون له علاقة بما يحدث اليوم في اليمن، والعلاقات السعودية الإيرانية أيضا تتجاذب هذه الملفات، أنا أفهم ذلك. لكن من الأشهر الأخيرة رأينا هناك حالة من الاندفاع الإيراني تريد تحقيق أي إنجاز مع المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي رأينا القيادات السعودية على مستوى القيادة الأولى ثم على مستوى وزراء كوزير الخارجية على سبيل المثال كلهم كانوا في الحقيقة يؤكدون أن العلاقات في إيران لم يحن وقتها، حتى أن مسؤولا سعوديا كبيرا وصفها بعلاقات أو بلقاءات استكشافية، وأن هناك توقف للمرحلة الخامسة التي حاول الجانب الإيراني، وهذا يظهر من تصريحات عبد اللهيان، استنهاضها أو استعادتها، ولكن الجانب السعودي يعني ربما يفرمل هذه العملية أو يؤجل هذه العملية لأنه يرى أنه لم يحن الوقت أو لم تتقدم إيران بوضع كل الشروط أو كل يعني الأهداف التي يتم التحاول عليها على طاولة واحدة. إيران تريد يعني التعامل الجزئي وتريد ملفات ولا تريد ملفات أخرى، في الوقت الذي تريد المملكة وضع كل الملفات على الطاولة بما فيها استعادة العلاقات وفتح السفارات وأشياء أخرى، يعني نعم. وجود إيران في المنطقة وموضوع اليمن، موضوع العراق، لبنان، سوريا، كل هذه ملفات في تقديري يعني مطلوب أن تكون حاضرة في لقاء السعودية وإيران. شكرا جزيلا لك سالم اليامي، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض عبر سكايب. الإضاءة على تفاعلات هذا الملف نتحول إلى مركز العربي لرصد منصات وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لك نضال وأهلا بكم مشاهدينا. واكب رواد منصات التواصل مستجدات الوضع الميداني في اليمن مع إحراز القوات الحكومية اليمنية تقدما في اتجاه منطقة حريب جنوب محافظة مأرب، في الوقت الذي أعلن فيه التحالف إحباط محاولات حوثية لاستهداف مدنيين بالسعودية. لا جديد في المعارك أو في معارك جنوب مأرب وشبوة، هذا ما يراه الصحفي عباس ضلعي حيث وصف المعارك بمعارك كر وفر، وقال إن العمالقة في تلك المناطق غير العمالقة في الساحل الاتهامي على حد تعبيره، في حين يقول الإعلامي عبد الله الهتيلة أنه بالتحام الجيش الوطني مع ألوية العمالقة تصبح حريب في حكم المحررة، واعتبر أن التاريخ سيكتب بطولات أبناء اليمن الذين ضحوا لإنهاء المشروع الإيراني في وطنهم على حد وصفه. شهاب الموزع يقول إن تحرك قوات العمالقة صوب شبوة ومن ثم تحريب يأتي ضمن إعادة ترتيب التحالف العربي للمشهد العسكري بعد أن ثبت له عقم الإجراءات السابقة التي أدت إلى انتكاسات ميدانية كبرى، وأضاف أن اختيار التحالف لتحرير شبوة يعكس بداية مدى الأهمية أو بداية مدى الأهمية الجيوستراتيجية التي تتوسط محافظات الشمال والجنوب في اليمن. محمد البيضاني اعتبر أن لتحرير شبوة أثرا إيجابيا كبيرا على انتصارات مأرب اليوم، وذلك لعدة أسباب، أولها فك الحصار الذي فرضه الحوثي على مأرب من تجاه شبوة، وثانيها هو ارتفاع الروح المعنوية لأبناء مأرب كما جاء طبعا في نص التغريدة. أما الإعلامي عبد المجيد الجلال فيرى أن اليمن لم يعد يحتمل نزق هذا الفريق أو ذاك، بل هو بحاجة إلى سلوكيات سياسية رشيدة تضمن أمنه واستقراره، واعتبر أن الكرة الآن في ملعب التحالف لردع سلوكيات وفوضى المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشياته على حد تعبيره. وبهذه التغريدة مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، عودة من جديد إليك نضال لاستكمال الأخيرة.